مش عايزين أكيد حالة من الخوف والرعب الشديد سيطر على العالم ككل نتيجة لانتشار الفيروس التاجي كورونا. هالشي بيتطلب أكيد الحذر والانتباه وخصوصي للمرأة الحامل. كيف ممكن تحمي صحتها وصحة جنينها؟ وفي حال لا سمح الله الإصابة، شو هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟ ضمن فقرتنا الطبية لليوم رح نحكي بهالموضوع مفصلا مع الدكتور إلياس سعيد الاختصاصي بالأمراض النسائية والتوليد. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. فيكم. عم نحكي عن المرأة الحامل بظل هاي الظروف يلي نحن عايشين فيها، ولكن قبل ما نفوت بمحور حديثنا لليوم معك خلينا ناخذ منك شو هو فيروس كورونا. فيروس كورونا هي مجموعة من الفيروسات نسميها الفيروسات التاجية، كورونا بالإنجليزي طبعا لأنه مأخوذة من شكلها. هلا هذا الفيروس منه جديد حقيقة لكن مستجد، يعني بما معنى له أجداد. له اجداد سمعنا انه طور حاله تماما نفسه. اول اصابات كانت اكتشفت هي عملت بال 2003 عملت جائحه اسمها جائحه سارس بالصين كمان. جائحه ثانيه صارت بالسعوديه بسبب جائحه ميرس كمان. اخيرا هلا اهلا وسهلا بال 2019 اجى الكوفيد اللي هو 19 اللي هو الفيروس الجديد اللي طور حاله وعمل الشفرة وراثية جديدة. هلا شو هو الفيروس؟ الفيروس هو عبارة عن كائن منه حي لكن يغزو جسم الحي ويتكاثر لحسابه. الفيروس عبارة عن غلاف جلوكوبروتيني بالإضافة إلى شفرة وراثية ضمنه. هون الشفرة الوراثية للفيروس تبعنا هذا هو الـ RNA. هذا الفيروس بيختار العضو او بيختار الجسم اللي بده يغزوه، ببلش بالدخول فيه الى البلعوم بدايه، بيقعد فيه يومين ثلاثه، بعدين هذا يعشق الخلايا السمخيه اللي هي من التايب 2، فبيبلش يغزو فيها وبيبلش يتكاثر. فتخيلوا خلال 24 ساعه بيكون حوالي مليون نسخه. وبيبلش يغزو تدريجيا الاسناخ، وبالتالي بيؤدي لحدوث الضائقة التنفسية واللي هي الكوفيد، اللي هي يعني الكوفيد 19. من وين اجى الكوفيد 19؟ اللي هو الكورونا فيروس ديزيز، يعني السبب المرض المسبب بالكورونا فيروس 2019 فحطوا له رقم 19 هو 2019 نثبت عليه هذا التاريخ. يعني كثير سمعنا يمكن نور كلنا بنشوف على يمكن وسائل التواصل الاجتماعي كميه معلومات هائله وتحذيرات، وكلنا صرنا دكاتره وعلماء وصيادله وكلنا بنعطي نصائح وبننشر على هالجروبات وشي صح وشي ما صح. من ضمن هي الاشياء دكتور هي موضوع الناس اللي هن اكثر عرضه للاصابه. كثير سمعنا عن الناس اللي هن بيعانوا من امراض مزمنه، العلاقه بالعمر، العلاقه بكثير اشياء. قديش المرأة الحامل هي فينا نعتبرها من الفئة اللي ممكن تكون أكثر عرضة أيضا للإصابة بفيروس كورونا؟ هلا مع الأسف المرأة الحامل صنفت من يعني الفئة العالية الخطورة للإصابة بفيروس كورونا، من ضمن اللي عمرهم فوق الخمسين سنة، من يلي عندهم أمراض مزمنة، وتصنفت المرأة الحامل كمان من ضمن الحالات اللي ممكن ما هي أكثر إصابة. يعني الفئات العالية الخطورة ما هو أكثر إصابة، يعني هذا الفيروس هو بيأثر في الفيروس أكثر. بالضبط. هلأ هذا الفيروس له ثلاث لقاءات، هو لا مناعة، لا دواء ولا لقاح. ما في عنا لا مناعة ولا لقاح ولا دواء له. ومن ميزاته مع الأسف السيئة أنه انتشاره السريع. فبما أنه هدول موجودين فكلياتنا أي حدا بده يواجه هذا الفيروس فبده ينصاب، ما في كلام. لكن شدة الإصابة بتختلف من فئة للتانية. الحوامل هن من الفئات اللي بينصابوا بشكل يعني بينصابوا بشكل مثل غيرهم، لكن الأعراض تكون صارخة أكثر. ليش؟ هذا له علاقه بالفيزيولوجيه تبع الحمل. اول شيء جسم الحامل متبدل غير عن جسمنا نحن، كميه الدم الجائله في الدوران بتكون اكبر، التبدلات في الجهاز التنفسي كمان بتكون اكبر، فالزوايا الوربيه بتكون اكبر، بتكون الحامل بحاجه اكثر
للأكسجين، فبدها تأمن للجنين وبنفس الوقت بدها تأمن لحالة كمية أكبر من الأكسجين، فمشان هيك إذا انصابت فبتكون حاجتها للأكسجين أكبر فبتكون أعراض أكثر. ثاني شغلة الجهاز المناعي عند الحامل، موت الجهاز المناعي عندنا المناعة اللي هي مسؤولة عن قتل الفيروس ضمن الجسم هي المناعة الخلطية بنسميها، هي بتصير عن طريق الليمفاويات، كريات الدم الليمفاوية. عند الحامل عددها ما بيتأثر لكن وظيفتها بتسوء، فمنشان هيك هي اللي بتفرز لنا الأضداد الاي جي ام والاي جي جي اللي هي بتقتل الفيروس، فمنشان هيك كمية هالأضداد اللي بتفرزها الحامل فبتكون قليلة، فمنشان هيك شدة الأعراض بتكون أكثر عندها. وهي الأضداد يا ترى دكتور قديش بدها تتم إفرازها لتحمي الأم وتحمي جنينها من المؤثرات الخارجية؟ طيب دكتور خلينا نحكي عن الأعراض اللي ممكن تظهر على المرأة الحامل في حال لا سمح الله لا قدر الله أصيبت بفيروس كورونا. الأعراض مثل غيرها اللي قريتوها كلياتكم وشفتوها كلياتكم على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. عندنا أعراض من خلينا نصنفها لمجموعة أعراض، كل عرض بياخد نقطة. أهم شيء هو ضيق النفس بياخد نقطتين حقيقة، الحرارة بتاخد نقطة، والسعال بياخد نقطة، التعب العام بياخد نقطتين. الشغلة الثانية للحامل اللي بدها تنتبه لها يلي هي إنه ما تخالط الناس التانيين، هي أهم شغلة، لأنه إذا خالطت بالأخص الوافدين فهدول الأعراض إذا صاروا عند المرأة، يعني إذا خالطت ناس وافدين من خارج القطر وبالأخص من البلاد الموبوءة فممكن يكون أكثر عرضة، أكثر عرضة للإصابة. طيب دكتور سؤال صغير، هلأ كل الستات الحوامل صاروا بخافوا إذا صار في قريب، وخاصة في هذا القريب الموسمي من فصل الشتاء للربيع، في حال قربت أكيد هذا الشيء ما بيتطور، القريب ما رح يتطور لكورونا، ممكن مثلا منزل على بالعوم على صدرة ما بيتطور، لنطمن المرأة الحامل يعني إذا قربتي إنه أنت بالسيف سايد. هلأ أكيد إذا قربتي عندك حرارة خفيفة، ما عندك أعراض تنفسية، سعلة خفيفة، فأنت غالبا إنفلونزا عادية. شو بدك تساوي؟ خليكي بالبيت، هي أهم شغلة، ما تختلطي مع أفراد الأسرة بشكل كبير، لأنه دائما بينزل بالتشخيص التفريقي الحقيقة هو الكورونا فيروس، ممكن ينزل بالتشخيص التفريقي. راقبي حالك يوم يومين، إذا لقيتي حالك اشتدت الأعراض فاتصلي بطبيبك فورا. مو كل حرارة هي كورونا فيروس، ممكن يكون بكل بساطة التهاب لوزات، ممكن يكون التهاب حويضة كلية، ممكن يكون 100,000 سبب ومرض ممكن يرفعوا الحرارة. لا تخافوا، يعني راقب حالك، خليك بالبيت، أهم شغلة خليك بالبيت، لا تختلط مع الناس التانية. صحيح، يمكن أكثر شغلة كنا عم نشوفها حتى وعم نسمع يمكن من الناس اللي بنعرفهم عايشين برا، إنه حتى التشخيص عم يصير على التليفون، يعني ما عم يكون في توجه على المشفى بشكل مباشر، لا يتم تشخيص يمكن الحالة عن طريق التليفون، وبعدين إذا كان في أعراض صارخة بيكون في حتى وزارة الصحة عندنا هوت لاين فيهم يتصلوا وياخذوا الإرشادات. ما بدك تصلي وزارة الصحة، تصلي بطبيبك، هو بيعطيك الإرشادات كاملة. إنه خدي هذا الدواء، راقبي حالك، شربي سوائل منيح، ارتاحي، تغذية متوازنة، ونشوف تطور الحالة خلال يومين ثلاثة. تمام. طيب السؤال اللي أكيد هلا عم يخطر على بال أي حدا عم يتابعنا، إذا كانت مرأة حامل وخايفة يمكن من هذا الموضوع، لا سمح الله إذا انصابت، هل هذا الشيء ممكن يأثر على صحة جنينها أو يأثر على صحتها ويأثر حتى على سلامة الحمل اللي موجود معها؟ تماما. هلا أنا كل شيء منقوله هلأ هو بيعتمد على وثائق حية، وثائق الحية يعني بما معناه متبدلة، يعني اللي منقوله اليوم جوز يتغير بكرة، صح، وهذا الشيء اللي صار. بالتالي نحن لغاية 30 آذار كانت كل المسحات من السائل الأمنيوسي من الأجنة ما فيها إصابة، يعني ما عم ينتقل كورونا، ما في انتقال عمودي من الجنين من الأم إلى الجنين لغاية 30 آذار، وللطفل بالمسحات وجد انه مصاب بكورونا، وبالدم طلع عندنا الاضداد اللي هي الاي جي ام، الاي جي ام لا تعبر المشيمه، فبالتالي حدث عبور للفيروس من الام الى الجنين. لكن ما في داعي للخوف، يعني مثله مثل غيره. الشغله الثانيه، هلا الحوامل بالثلث الاول من الحمل اصاباتهم بتكون اخف شده،
ما في انتقال عمودي. بالثلث الثاني او الثلث الثالث اللي هو الاخطر هون ممكن يصير عندنا اختلاطات. هلا دراسات كافيه عن فيروس كورونا ما في بالوقت الحالي. نحن نطلع على جديد بالضبط كل الدراسات نطلع على اجداده اللي هو السارس. شو سبب؟ في عندنا حالات لتمزق جيب مياه باكر، في عندنا حالات للولاده مبكره، ما في عندنا حالات لموت محصول حمل ولا حاله صارت. فبالتالي انه اغلب الحوامل اغلب الاجنه هن بالسيف سايد حقيقة. ان شاء الله الصحه والسلامه لكل الستات الحوامل، واكيد كل ست حامل تضل بالبيت ما تخالط حدا عم يطلع لبرا ويفوت. هذا أهم دائما شيء. تكون بمعزل عن المحيط الخارجي لحتى تضمن حالها وتضمن حملها وجنينها. ختاما دكتور ما ضل غير نتشكرك على كل المعلومات يلي قدمتها، يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيك. حماكم الله حماكم. شكرا كثير لك دكتور، الله يحميكم. شكرا كثير. بظل يمكن هالظروف الصعبه اللي عم نمر او عم تمر فيها يمكن بسوريا بسبب كورونا اللي اثرت اكيد على كثير اشخاص، وقف عملهم او حتى تسكرت محلاتهم، مجموعه من الشباب السوريين اطلقوا حمله الالف سله ليساعدوا من خلالها كل المتضررين بسبب جائحه كورونا. تفاصيل اكثر عن الحمله منتابعها مع آيات دمشقي.